اتكلم؟ بسأل عادي، لان انا مش عايز اتكلم خالص، عايز افضل اقعد ساكت ساكت على جنب كده، اقعد اتفرج على الناس كده وبقولش حاجه خالص، اقعد مكروف لوحدي على جنب. لحظه واحده يا ست الريس، لحظه نعيشها حلوه ونعيشها امتى وانا نايم بعد الدور زي الحمار نايم بحلم زي اي بني ادم مصري يا ست الريس، حتى زي اي بني ادم عالمي نايم بحلم. اصحى من الحلم الجميل خالص ده يا ست الريس الاقي راح مش مو... الاقي عم ابراهيم في وشي. بس هو الانتظام ده صعب يا ست الريس خالص، حاجه كبيره قوي. انا والقطه بنطلب كوبايه عصير جوز، صعب قوي. بقيت اتكلم اجنبي، ما طالما العربي مش بينفع نتكلم اجنبي. ما طلبناش لا شقه، لا طلبناش موبايل زي ما الناس بتعمل، ما طلبناش سماعات سبيكرز، ساكتين ومش موجوده. رد انا والله العظيم انا مش عايز، انا غرفه داهيه، ما انا غير ما اولع بغاز طبيعي من الحك الجديد مش مشكله. انما القطه الغلبانه ده ست الريس حرام، بتعد اليوم بيومه، بقى لها 170 يوم ما شربتش عصير بتعدهم، تصحى يوم تخرمش خرموش، بعد كده 15 خرموش يعني 15 يوم، وانت عارف الباقي 170 خرموش بره على الحيطه. لحد ما صحيت النهارده ست الريس ما لقيتش القطه، هربت. ايوه دي الحقيقه، هربت خالص. وانا اهو بحضر حاجتي اهو عشان اغور اودي القطه، هي عشان اتخنقت بقى، بحضر حاجتي عشان اقرأ وادور على القطه. واقول لك حاجه ست الريس، انا مش هرجع هنا اهو غير وانا معايا القطه والعصير، وانا هخوف في داهيه. السلام عليكم. دايما دموع دموع دموع، دايما دموع. ما شفتش القطه دموع، انت ما عندكش عصير دموع خالص. دايما دموع يا عم، احنا مش حاجه منك، ده انت بقى مش بلاش حاجه ولا دايما دموع. أنا المواطن المصري بحب العصير. أهلا أهلا يا مواطن.